تحت بقول لي listen to and read the blog. What is a habitat؟ ما معنى كلمة habitat؟ Check through the correct answer. طيب كلمة habitat اللي معناها موطن، موطن يعني لمعيشة النباتات أو الحيوانات. طيب أطيب of animal نوع من الحيوانات، ولا a place near water ولا مكان قريب من الماء، ولا a place where an animal or plant lives ولا مكان حيث يعيش فيه الحيوان أو النبات. برافو. or plant lives هو المكان اللي بيعيش فيه النبات أو الإيه أو الحيوان. يبقى هنعمل في المربع true. طيب complete these sentences with and but because or so. أدوات الربط اللي احنا خدناها اللي هي so معناها لذلك، because لأن، but ولكن، and when. أول جملة we planted flowers نحن زرعنا الأزهار. not birds and insects can have more food إيه الطيور والحشرات تستطيع أن تتناول المزيد من المياه. هنا كده عندنا في الأول سبب وبعد كده نتيجة. السبب الأول والنتيجة بعد كده. إيه أداة الربط اللي بتربط بين جملتين؟ الأولى سبب والتانية نتيجة. So برافو. طب نمبر 2 we wanted to clean up the beach نحن أردنا أن ننظف الشاطئ. إيه there was trash on it ها إحنا أردنا أن ننظف الشاطئ. كان يوجد قمامة عليه. إيه السبب اللي هيخلينا ننظف الشاطئ؟ يبقى إحنا كده عندنا إيه نتيجة في الأول وبعد كده سبب. Because برافو. Number 3 This was a beautiful river. This was a beautiful river. كان نهر جميل. إيه there is a pollution in it now. الأول كان جميل. كده في تناقض. But ولكن، ولكن يوجد تلوث عليه الآن. Number 4 We saw turtles, pelicans نحن رأينا سلاحف و pelicans بقى. إيه lizards هنكمل بقى ها و إيه يعني and lizards when we went a wildlife watching.